اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس ما جبت لكم معايا النهارده ايه ده الله. معانا النهارده 3 حاجات ممكن نستخدمها كمقالب وممكن احنا نستخدمها انتي ستريس. واو، لا معانا كمان 4. بصوا بقى، اول حاجه دي الموزه اللي هي المضروبه اللي بقول لكم عليها دي انتي ستريس. اقدر ان انا امسكها بقى واقعد افعصها واشكل فيها بكذا شكل مختلف. لو عندي بقى متعصبه او متوتره ممكن استخدمها. وفي عندي كمان البالونه الفظيعه دي. بصوا بقى، دي الموزة اللي هي ايه اللعبه اللي احنا نقعد نفعص فيها ونشكل فيها زي ما احنا عايزين. ومعانا بقى الموزة الحقيقيه، اكيد احنا طبعا مش هنفعص، انا بس جايبها لكم عشان نشوف الفرق ما بينهم. ومعانا بقى كمان بصوا الكره بقى فظيعه بالونه الرهيبه قوي دي. بصوا شكلها حلو ازاي، الله. اهي بصوا برضو بقعد اقدر افعص فيها واشكل فيها زي ما انا عايزه. اوكي، طبعا انا بحب الموز اكتر عشان احس ان انا ممكن اتنيها واشكلها زي ما انا عايزه. هنفتح بقى الجزء ده، هنا بقى فيه الايه البيضه. فاكرين البيضه اللي فيها ماده لزجه السلايم؟ جوه جبت لكم فيديو تاني عن كتر عيب الاطفال اتفرجنا عليها. واو الله، بص بقى في الماده اللزجه اللي جوه دي، تحس شبه صفار البيض بالظبط. واو ممكن انا بقى اشيلها واحطها جوه واعملها مقلب في حد من صحابي اوريهم البيضه، واقوم جايه ايه دايسه كده على السلايم اللزج ده فيطلع بره وايه ويتقرفوا مني جدا. الله، شكلها هيكون مقلب حلو قوي. وهبصوا بقى، فاكرين نقدر ان احنا نشفطه ونرجعه تاني. الله، هنا بقى دي كرة اللي ضد التوتر، بقدر بقى ان انا استخدمها. ممكن استخدم بقى كمان البيضة، ممكن استخدم الموزة، على حسب انا عايزة استخدم ايه بالظبط. انا شايفة ان التلاتة كلهم مقالب حلوة قوي، ممكن نستخدمهم في اي حاجة مختلفة، نخد بيهم صحابنا او نديهم هدية لحد من صحابنا لو هو متوتر او متعصب، او ناخدهم معانا المدرسة. بصوا بقى المادة اللي كانت بتطلع كده جوه، الله. ممكن ندوس بقى على المادة اللزجة دي واحنا بنسلم على ايد حد فتطلع على ايده. بصوا بقى، هشفطها بقى كده. اوكي، بصوا بقى بشفطها بمنتهى السهولة زي ما قلتلكم. ممكن ان احنا نشكلها بأي شكل، نخليها تقعد تشفط السلايم اللي جوه. الله، واو، بصوا بقى، بص شكلها مقزز ازاي. والبنانة برضو مش عارفة صراحة اني اكتر حاجة احسن حاجة للتوتر، يا ترى البنانة. بصوا طبعا دي ما بتتقشرش زي البنانة الحقيقية، مش عارفة صراحة البنانة ولا الكورة. انا شايفة ان كلهم للتوتر جامدين قوي. بصوا، انا شايفه ان هي فكره الموزه دي جامده قوي، ان هي ممكن برضو نستخدمها كمقلب نضرب بيها حد مثلا من صحابنا، هتكون فكره برضو حلوه قوي. وبصوا بقى، نقدر ان احنا نعمل لها ستريتشنج، لكن الكوره ممكن نعمل لها باونسنج. فشوفوا بقى قولوا لي في الكومنتات يا ترى ان اكتر حاجه عجبت كل التوتر، يا ترى بقى الموز ولا الكوره. الله، انا الاتنين عجبوني قوي. واو، الموزة فعلا برضو فظيعة، بس لازم نلعب بيها بأسلوب معين. الله، أنا عن نفسي عجبتني جدا. والصراحة برضو الموزة وال كده احنا قارنا ما بين الموزة والكورة. تعالوا بقى نشوف الكورة اللي هي لونها موف، كده قارنت ما بين الموزتين والكورة. ودي بقى الكرة اللي هي اللي احنا كنا عاملينها. بص برضه نفعص فيها، برضه دي جامدة جدا، يا ترى اني احسن عجباكو الكرة دي ولا كرة السلايم؟ بصراحة الاتنين تحفة. واو، انا عن نفسي عجبني الحاجات دي كلها، اتمنى ان هم يكونوا عجبوكو. بليز وريلي في الكومنتات رأيكم فيهم. بليز منسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.